تحت رعاية صاحب السيادة كير جوزيف جبارة رئيس ثقافة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، وبهدف تعزيز الانتماء الروحي لدى الشبيبة، نظم المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب التابع لمطرانية الروم الكاثوليك في مرج الحمام لقاء تنشئة رعوي لشبيبات المملكة. شارك فيه عدد كبير من شبيبات أم السماق وماركة وإربد والحصن والمفرق والعقبة والفحيص وسماكية وأدر ومرج الحمام وجبل الحسين والزرقاء. وقد استهل اللقاء بقداس إلهي ترأسه رئيس الأساقفة جبارة، عاونه فيه جمع من الأباء الكهنة تخلله فقرات ونشاطات روحية متنوعة. كما أشاد الأب مودي هنديلي المرشد الروحي للمجلس الكاثوليكي بأهمية عقد لقاءات دورية للشبيبات. وختم الأب سامر زكنون من كهنة البطريركية المارونية اللقاء بمحاضرة روحية قيمة. نشكر الله، السنة في بداية 2019 راح يكون اللقاء الثالث لدرب الملكوت شبيبة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن. اللقاء بيتم برعية القديس النبي إيليا في مرج الحمام، راح يجمعوا شبيبة الأبرشية حتى يدرسوا مع بعضهم الوثيقة التي صدرت عن مجمع الأساقفة من أجل الشبيبة. راح تكون هي موضوع الأساسي، لا سيما موضوع الإصغاء، كيف تصغي الكنيسة لهواجس وتطلعات وتحديات الشبيبة، لأن الشبيبة كمان في المملكة عندها صعوباتها، عندها تحدياتها، عندها تساؤلاتها، والكنيسة بحاجة أن تصغي وتصغي جيدا للشبيبة. الكنيسة بحاجة أن تسير وتسير بطريقة جيدة مع الشبيبة كما سار السيد المسيح مع تلميذي عماوس، وفتح أعينهما وعرفا أنه هو السيد السائر معهم. نشكر الله على هذا اللقاء، نشكر الله على حضور الشبيبة في أبرشيتنا وعلى حضور الشبيبة في الكنيسة ككل. شكرا لنورسات على هذا اللقاء. درب الملكوت ثلاثة بدينا بقداس، قداس أعطانا هيك هدف منه إنه نفتح عيوننا نشوف يسوع بكل واحد فينا. أكيد هيك كلنا مجموعين مع بعض اليوم لحتى نصغي ليسوع. جينا اليوم على لقاء درب الملكوت من الكرك حتى نشارك باقي شبيبات المملكة للروم الكاثوليك بلقاء يعتبر مهم بالنسبة للشبيبات، وبهدف لكثير أمور، منها الهدف الروحي حتى نتجمع روحيا، حتى ننبسط، حتى نكون عائلة واحدة بتخدم المسيح، بتخدم رسالة الكنيسة.